عقد في العاصمة الأردنية عمان ملتقى رجال الأعمال الإماراتي الأردني، وذلك بحضور رجال أعمال ومستثمرين وممثلي شركات إماراتية في الأردن. الملتقى أكد على العلاقات التجارية والاستثمارية النموذجية والشراكات الثنائية بين البلدين. من عمان تقرير مراسلتنا سلوى السوالقة. بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والتشبيك ما بين مجتمعي الأعمال، جاء هذا الاجتماع في عمان لملتقى رجال الأعمال الإماراتي الأردني. وقد أسس الملتقى منصة خاصة تجمع رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية بينهما تشهد تطوراً كبيراً منذ سنوات، تخللها إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لا سيما في قطاعات حيوية كالطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها الكثير. إنني على ثقة أن هذا اللقاء المنعقد الآن سيكون المنارة لمزيد من اللقاءات القادمة الواعدة، والتي ستثمر مزيداً من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. إحنا كشركات إماراتية عاملة في الأردن، هذا شيء بيساعد وبيشجع بزيادة أكثر لتشجيع الاستثمار طبعاً في البلدين، وبيخلي النطاق الاستثماري والسياحي احنا في مجالنا برضو ايضا بين البلدين بتطور وبزيد اكثر واكثر. عملنا منصة بيقدر المستثمر الاماراتي يتصل مع المستثمر الاردني عن طريق الزوم على المنصة باي قطاع بيرغب فيه، بالتعليم، بالتكنولوجيا، المعلومات. هذه بوفر وقت وبوفر نفقات كمان. بنتامل ان شاء الله هي المنصة تكون يعني بادرة خير وتكون أول منصة عربية أردنية إماراتية. كما تم خلال هذا اللقاء الذي جمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الإماراتية في الأردن عرض فرص الاستثمار في المملكة والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بغية توفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسيتها في المنطقة. بيأتي لقاءنا اليوم تعزيزاً للشراكة الأردنية الإماراتية وتأكيدها في مختلف المجالات، كما أنه فرصة لبحث المزيد من سبل التكامل والتعاون بين الدولتين في القطاعات الحيوية المختلفة. وبهذه المناسبة أرغب في تأكيد رسالتنا للحضور بأن الأردن يفتح أبوابه للاستثمار. وتعد الإمارات شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة، والتي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمار الإماراتي في الأردن ما يقارب 22 مليار دولار تتوزع على قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة والمشاريع الحكومية. يدعم مثل هذه اللقاءات رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت على النهوض بالاقتصاد الأردني من خلال جملة من التسهيلات والإجراءات الجاذبة للاستثمار. هذا بالنسبة للأردن. أما دولة الإمارات التي تحتل سياساتها الاستثمارية مكانة متميزة عالميا لعوامل من بينها المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، فتعمل على توسيع شراكاتها وصولا إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة، عمان.